من بعد ما شفنا لي ماتيريال اللي غادي نحتاجو في هذا البروجي ديالنا، بالنسبه لهذا الماتيريال كاملين ودوتغ ماتيريال اللي محتاجين يخدموا على الاردوينو لا راسبيري افيك لي كابتور لي زاكسيونير لي موديل، غادي يكون الرابط ديالهم لتحت. اللي بيشري شي حاجه راه يلقى الرابط ديالو لتحت. بالنسبه للبروجي ديالنا نهضروا شويه على الاردوينو والبلوتوث. دوك الاردوينو خاصنا نعرفوا جوج الحوايج. اردوينو فيه واحد هي كارت دانتيرفاس بروغرامابل كاباب دي بيلوتي دي كابتور اي دي زاكسيونير افان دو سيمولي او كري دي سيستيم اوتوماتيك. دونك هنا كيكون عندنا واحد البارتي ماتيريال اللي هي ديك لا كارت كتسمح لنا نربطو افيك ليزون فيليير مع لي كابتور لي موديل و لي زاكسيونير. البارتي الثانية اللي هي اللي كتخلينا نتحكموا في هذاك الماتيريال باللي كابتور، نخلينا نديروا بهم هذاك الشيء اللي بغينا باللي كابتور، نخلينا نديروا بهم هذاك الشيء اللي بغينا. هنا كنهضروا على اللوجيسيال. دونك في اللوجيسيال دو بروغراماسيون كي بيرمي دو بروغرامي لا كارت اون فونكسيون دو كوا دي كومبورتمون ديزيري. دونك على حسب داك الشيء اللي باغي تصاوب انت. بالنسبه للماتيريال خاصنا نعرفوا لا كارت كيفاش مصايبه. هنا كيكون فيه واحد البارتي اللي كتعلق بالبارتي داليمونطاسيون دو لا كارت، كتستعمل كونيكتور جاك كدير اما تبرونشيها في واحد البي ولا باتري ديال 9 فولت. بالنسبه للدوزيام بارتي هي بارتي يو اس بي اللي هي كتجيري لا كومونيكاسيون افيك لورديناتور. هاد البارتي كتسمح لك دير كومونيكاسيون مع لورديناتور وفي نفس الوقت لاليمونطاسيون اون 5 فولت. كاين البارتي تروازيام بارتي اللي متعلقه بالستوكاج اي اكزيكيسيون دو بروغرام اللي هي الميكرو كونترولر دو تيب 328 ميغا. بالنسبه للسورتي داليمونطاسيون اونتري انالوجيك اونتري افيك بي دبليو في ام بولس ويد موديليشن. بي دبليو في ام هو اللي كيخليك تتحكم في السينيال، كيخليك تتحكم في السينيال. بالنسبه للوجيسيال دونك هنا في ملي كندير بروغرام، في البروغرام خاصنا نعرفوا بان كاين دو مين فونكسيون دو فونكسيون برينسيبال فونكسيون void setup. هنا مقصود setup هو كتينيسياليزي. دونك هنا في كنحطوا لي فاريابل اللي عندنا، كنحددوا الفريكونس باش نكومونيكيو مع الاورديناتور ولا كارت. دونك تما ديك بلاصه في كتديفيني كتديفيني مره واحده ما كتبقاش تعاود. بالنسبه للفويد لوب، هاد اللوب هي ريبيتيتيف كتكون ريبيتي كتعاود. هنا في كنحطوا البروغرام ديالنا اش غادي يدير داك الكابتور ولا داك الاكسيون ولا داك الموديول. اوكي بالنسبه لدابا البلوتوث، بلوتوث شنو هذا؟ بلوتوث اللي خاصنا نعرفو بانه تكريا واحد ستوندار اللي تصاوب من طرف الاي تريبل او، هو النوم كيتعطى ليه ايضا ب 802.15. كيتخدم في هذا الريزو لوكال بيرسونيل يعني في البان بيرسونال اريا نيتورك، وطبيعه الحال راه كيكون سون فيل. بالنسبه للبلوتوث كيتخدم بلي زوند راديو فريكونس افيك اون بون دو فريكونس 2.4 جيجا هرتز. بالنسبه لعلاش جا هذا البلوتوث، باش يسامبليفي لا كومونيكا لي كونيكسيون اونتر لي زاباري، وكيحيد علينا كي سوبريميج لي ليزون فيليير. دابا بالنسبه لي كاينين بزاف لي ديفيرون موديل دو بلوتوث كومباتيبل افيك اردوينو. حنا غادي نشوفوا البعض اللي كنلقاو بزاف في السوق. كاين اسي 05 واسي 06. دونك اللي بغى شي حاجه راه غادي يلقى طبيعه الحال الرابط ديالها في باش يشري شي حاجه يلقى الرابط ديالها في الديسكريبسيون. دونك اسي 06 الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بان اسي 06 كتلقى فيها 6 لي بين، 6 لي بين 6 لي سورتي، وهذا الاسي 05 يمكن لك وهذا الاسي 05 يمكن لك تحكم فيها دو تيب، يا يعني اما تيب ماستر ولا تيب سليف. اوكي بالنسبه للاسي 06 كنلاحظوا بان فيها غير 4 بين، 4 بين وكتحكم فيها تيب اللي كيمكن لك اللي فيه بار ديفو يعني اللي كاين تيب واحد هو مود سليف. اوكي باش تكون باش يعني يمكن لك في اس 00 اش سي 05 يمكن لك تحكم واش دير ميتر ولا سليف ولا الفريكونس باش تكومونيكي مع لا كارت ولا لو نون لا بغيتي تشانجي ولا لو مود باس باغي تموديفي. دونك هنا خاصك دوز واحد المود، المود كيتسمى مود كوموند ات، مود كوموند ات. دونك هاد مود كوموند ات هو اللي كيخليك تكونفيغيري هاد لي بارامتر بارابور الا بغيتي دير لي شونج ديال لي دوني خاصك تمشي واحد المود كيتسمى مود داتا ولا مود كومونيكاسيون. اوكي تري بيان. دونك بالنسبه للكوموند ات نعطيكم بعض الامثله. قبل بالنسبه لي كوموند كنلاحظوا بان الفيتيس لي بار ديفو اللي كتجي مع اس 05 كيكون 38400 بو.
par rapport à C06 ou le PT05 كيكون 9600 هذا بار ديفو، يعني باش تكومونيكا معاه خاصك تحط هذا السيريال يكون في البروغرام عندك. اوكي بالنسبه لاي بروغرام درنا اي كوموند بغينا نديرو كوموند ات كيمكن لي خاص ضروري في الاخر ديال الكوموند تكون عندنا اونتي سلاش ار اونتي سلاش ان، يعني لي دو ان ال اي سي ار. اوكي بالنسبه للبروجي ديالنا راه عرفناه، هو كيمكن خاصنا نتحكمو في الباب بطريقه يعني من خلال واحد لابليكاسيون بالاندرويد، دونك من خلال التليفون ديالنا يمكن لينا نكونتري واحد الباب نحلو يتسد، يتسد ولا يتحل. تري بيان، دونك بالنسبه للمونتاج، المونتاج هو هذا. دونك عندنا واحد البارتي اللي متعلقه بالسيرفو موتور، هاد السيرفو موتور هو اللي غادي يتحكمنا بداك الساقط الساروت ديال الباب، يجر باش يتحل ولا يدخل باش يتسد. تري بيان، دونك هنا كيكون فيه هو تروا فيل، فيه اللي كيتعلق بالكومونيكاسيون ولا الكونترول غادي نديروه في النف، هو عربي كيكون صفر ولا اورانج، كاين فيل احمر ولا غوج فرونسي كنت برونشا في 5 فولت، هو هاد السيرفو موتور كي سيبورتي 5 فولت دونك ما كاينش مشكل ما يوقع ليه تضرر. وكيكون عندنا واحد تروازيام فيل اللي كيكون كحل ولا بلي بار كيكون قهوي، هذا كيتعلق بلا ماس دونك في جي ان تي جراوند. تري بيان، دونك هنا من بعد ما درنا برونشمون ديال عطينا التيوريك كيفاش غادي تبرونش السيرفو مع لاكارت، ندوزو دابا البلوتوث موديل بلوتوث اسي 05 مع لاكارت. دونك هنا قلنا بانه كاين كاتر بين اللي غادي نستعملو من اصل 6، دونك في سي سي دونك هنا الفولتاج. بالنسبه للاكارت اول حاجه ديال موديل اسي 05 ولا اسي 06 لي موديل كاملين ديال البلوتوث كي سيبورتي 3 في 3.3 فولت، دونك الى 5 فولت غادي يدير لنا شي بروبليم في الموديل. دونك حنا اش خاصنا نديرو، كاينين دو بوسيبيليتي. بوسيبيليتي الاولى اللي خاصنا نزيدو واحد لي زيكيبمون اخرين لي كومبوزون الكتريك اخرين اللي هما لي ريزيستون، غادي نخدمو البرانسيب ديال ديفيزور، دونك خاصنا واحد كيلو اوم، خاصنا كيلو و 2 كيلو دونك 3 كيلو اوم. هاد 3 كيلو علاش؟ باش نكونفيرتي هذاك الانرجي اللي غادي نستقبل من لاكارت لهاد لها الموديل اللي يعني اللي غادي في ار اكس ريسيبسيون ريسيفوار. ها دونك هنا خاصنا نبرونشي ونديرو هاد الكونفيرسيون مع لا ماس ديال 3 اون 3 كيلو اون. الطريقه الثانيه، الطريقه اللي غادي نستعمل في البروجي ديالي، واش هو نبرونشي ديريكتومون في 3 في 3 اللي هي 3.3 فولت، هذه راه كتسمح بان لاكارت ما ديباسيش 3 في 3 دونك ما يوقع ليا كاع مشكل في لاكارت. تري بيان، دونك هنا في سي سي غادي نبرونشي في 3 في 3 مع لاكارت. لا ماس راه كاين لي بوزيسيون لا ماس كاين هنا كاين لهي. بالنسبه لتي اكس دونك كنبرونشي في لانفيرس تي اكس، دونك هنا خاصني نبرونشي في ار اكس اولا كيف درت هذا في لاكارت في 10، ولكن في الرياليتي نديرها في ار اكس. اوكي دونك ار اكس، بالنسبه لار اكس خاصني نبرونشي في لانفيرس هي تي اكس، دونك هنا باش ما يوقعش لينا كوليزيون في الترانسميسيون ريسيفوار. اوكي بالنسبه ل بني تبيت تصوب بروغرام ديالك هذا يقدر يطيحوا لك مشاكل، ملي كتصوب بروغرام ديالك وكتبي تكومبيلي وتدير ليه ترانسفيرسي من لورديناتور لاكارت، حاول ديما تحيد اي كابل اي فيل مبرونشي في هاد اريكس و تي اكس، حقاش هاد لاكارت كتسمح غير كومينيكاسيون غير كومينيكاسيون وحده، يعني يا اما تهضر مع الموديل ولا تهضر مع الاورديناتور. دونك ملي كتوكيبي هاد لي بين هاد لي دو سورتي كتولي كومينيكا غير مع داك الموديل، ما كتبقاش كتاكسبتي البروغرام ديالك، دونك هنا يعطيك ايرور. دونك ملي تبي تكومبيلي وتصيفط البروغرام ديالك لاكارت حاول تحيد هاد لي بين. Nightly waste, all we'd give but honestly, you've gotta know that this ain't living, but we could run.
and let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts. Nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to, if you want me to. 'Cause we can run, and we can. Tell me now, what's left to lose if we're